السلام عليكم ومرحبا بكم ديما في القناة مع الشيف دحمان للطبخ. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحة جيدة كما عودناكم دايما مع الوصفات كما شفتوا في العنوان وكما شفتوا في الصورة المصغرة. لا فيديو تاع اليوم راح يكون سبيسيال على اللحم الحلو تاع الزمان وتاع بكري بكل نكهة مع الطريقة اللي راح تكون خفيفة وظريفة. لا فيديو هذا درتو اول يوم في شهر رمضان. نقول لكم صحة رمضانكم، ربي يحفظكم، ان شاء الله يجوزوا علينا بالصحة ولهنا، امين يا رب العالمين. ربي يقدرنا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. لا فيديو تاع اليوم كاين اخت من الاخوات في الفيسبوك قالت لي ما رانيش رايح ندير اللحم الحلو حتى دير انت الطريقة تاعك ونتبعك خطوة بخطوة. انا واش خيرت لكم اللحم الحلو تاع الزمان اللي نديرو فيه كمية تاع اللحم، نديروه بالزبيب والعنب والمشمش واللوز، هذا ما كان. وتشوفوا الطريقة، انا المرميطة هذا وين راها طابت كيما راكو تشوفوا، نوري لكم اللحم الحلو ما شاء الله والقوام. يعني دوكا اللحم الحلو تاعنا راهو سخون، مي شوفوا القوام تاع السيرو وتاع العسيله راح يجي ما شاء الله مع الحبيبات تاع اللحم اللي راح يكونوا صغار وطيبين. المشمش تاعنا كيفاه يجي منفخ، والحاجه المهمه وشنو هي، انه العينه تاعنا كيفاش تكون، العينه تكون منفخه وطيبه والعظم تاعنا مخبي. وكما يقولوا الناس زمان، العينه العوينه لازم تبقى محافظه على الشكل تاعها وما تبان فيها عظيمه. هذه هي طيبه وزوينه بصح العظمه تبقى الداخل بكل اسرار. قبل ما نبداو الفيديو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هكذا مباشره راح نعرفكم على مقادير الوصفه وطريقه التحضير. اول حاجه في الوصفه واش عندنا، عندنا كميه تاع اللحم مراسم يكونوا مقطعين رقيق، هي من المستحسن يكون عندكم النغنمي باش يكون خفيف ظريف ويطيب ليه ليه. دوكا نجو للفواكه الجافه. الفواكه الجافه واش راح نستعملوا، الزبيب المشمش والعينه، هذا ما كان. ما راحش نديروا الاناناس، ما راح نديروا البنان، ما راح نديروا الكيويت، ما راح نديروا الوصفه تاع الزمان. وفي الفيديو السابق نبدل لكم الطريقه ونحوا اللحم وندخلوا الفواكه الجافه المتبقيين. هنا عندنا 3 كيلات تقيس ما يرفدونا، قيس الكيلة تاع السكر. هنا عندي 200 زبيب، 200 مشمش، و 200 عينة، واش يساويهم 600 غرام تاع السكر. يعني هاد الكيلة تاع السكر كي نجمعوا هاد الفواكه راح تساوي هاد الكيلة كما راكم فاهمين. وبالنسبة للكمية تاع الماء راح تكون الدوبل، يعني هنا عندنا 600 مع 600 كيلو 200 تاع السكر، الماء راح نحتاجو لتر و 200 تاع الماء. هادو هما المقادير. نتوما نقولوا الا جمعتوا الكيلات تاع الفواكه طاحت لكم 400 غرام، حبيتوا ديروا قيس 400 قيس 300، راح تعادلوا ما بين السكر. اللي يدير 400 فواكه يدير 400 تاع السكر، 800 تاع الماء، هذه هي القاعده. واللي يحب يدير 200 يدير 200 تاع السكر، 400 تاع الماء، باش كل واحد يخدم على حساب افراد العائله. بالنسبه لهذه الكميه راح تكفينا قيس السمانه، هذه هي باش تشد لنا، ماشي كل يوم راح نطيبوا اللحم الحلو. دوكا نزيدوا نجوا للقاعده الثانيه. اول حاجه نحتاجو ملعقه تكون معمره مليح تاع الزبده كيما راكم تشوفوا. هنا عندي حوالي ملعقه ونص تما، ولا ملعقه تكون شارجي ابيا. هنا عندي كاس تاع المزهر شحال فيه، 200 مليلتر. دوك تشوفوا الطريقه. هنا عندنا شويه تاع اللوز كيما راكم تشوفوا راهو محمص، شويه راح نديرهم على لافا وشويه اللي راح نزينو به. وهنا عندي الاساس تاع اللحم الحلو باش ما يجيش هذاك الماء تشورورو، يجي معقد. وما شاء الله كاس تاع عسل فيه 200 مليلتر. هذه هي الوصفه تاع زمان. نحتاجو عود قرفه يكون كبير، ونحتاجو نجمه تاع الارض. انا ما كانتش متوفره عندي، بصح في الفيديو القادم اللي راح نستغناو على اللحم وندخلوا الفواكه الاخرى راح نحوس عليها ونجيبها باش نديرها لكم بالطبع ونبدل لكم الطريقه تاع العمل. هذه هي. وهنا نحتاجو غير قريصه صغيره تاع الملح، ماشي بزاف. شوفوا راني نوري لكم غير قريصه، علاش؟ على وجه اللحم. لو كان ما راحش نديروا اللحم نستغناو على هاد القريصه تاع الملح. هذه حاجه لازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الفواكه الجافه. دوك نوري لكم الطريقه تاعي وتكون ناجحه 100%. احنا ماذا بينا اللحم الحلو تاعنا كي طيب، الفواكه تكون طيبه، هي لهله راح طيب، بصح ماذا بينا لا فورم تاع الفاكهه تبقى شي روحها. ماشي نلقاو العينه تاعنا مفته والمشمش تاعنا مفتت، لازم الحبيبات ما شاء الله مع لاصوص اللي راح تكون بيا باش كي نخلوه سمانه كل ما نجبدو شويه نسخنو نلقاو اللحم الحلو تاعنا توجور بالطبع. هنا قلت لكم 200 غرام تاع المشمش، واش نديروا لها، نحطوها في الصفايه، نعمروا كاس يكون مليح سخون ولا زوج كيسان ونجوزوا عليه، منها يتغسل ومنها المشمش تاعنا راح يولي طري، تسمى ما يشقاش كامل انكم تفوره. بالنسبه للزبيب كذلك، بالنسبه للعينه كذلك. شوفوا الحبه كيفاش تجي
ما شاء الله، باسكو هاد الفواكه راح يطيبوا ليه ليه لو كان نغسلوهم مليح ونزيدو نفوروهم راح يطراو، تزيدو تحطوهم في لاصوص راح يروحوا كامل فيها، هما راح يطيبوا بصح الحبات ما راهمش رايحين يبقاو شادين روحهم. اول حاجه واش راح نديرو؟ راح نجيبو هذيك الملعقه تاع الزبده، قلت لكم تكون كبيره ومعمره باش تعطينا مظهر شباب ووجه شباب. نشعلوا عليها النار كيما راكم تشوفوا النار تاعنا راهي بدات تدوب. اول حاجه راح نجيب اللحم تاعي، بالنسبه للحم تاعكم لازم تغسلوه مليح. انتوما كي تشرو اللحم راح تلقاوه تقول حمر بزاف، كل ما تغسلوه شوفوا اللون تاعو شحال يتفتح وتلقاو باللي الماء اللي هبط منه ما موسخ، تسمى اللحم اوبليجي تغسل. بالنسبه للناس اللي ما تغسلوش ننصح اخواتي واخواني انكم تغسلوا اللحم تاعكم. هنا بعد ما نشوفوا هكذا الزبده تاعنا غير بدات تدوب، ما نخلوهاش حتى تدوب كامل وتبدا تتحرق، هنا نجيبوا اطراف تاع اللحم ونحطوهم كامل كيما راكم تشوفوا. واش راح نزيد عليهم هنا؟ العود تاع القرفه، بالنسبه للنجمه تاع الارض اللي تكون عنده يديرها ما شاء الله. وشوفوا القريصه تاع الملح، هذه القريصه راح نديروها غير على وجه اللحم، هذا ما كان. دوكا واش راح نديرو؟ نخلوهم يتقلاو مليح. بعد ما نشوفوا اللحم تاعنا تقلى كامل مع هذاك تاع العود القرفه، الريحه راهي تطلع ما شاء الله. قلت لكم اللحم كي ديروه ما تخلوش حتى الزبده هذيك تذوب كامل، كي تشوفها غير شويه تحطوه، باش علاش؟ راح يتخدموا كيف كيف باش نتحصلوا على هذه النتيجه. دوكا اول حاجه واش راح نديرو؟ راح نديرو شويه تاع الماء، انا حنسبق بالهذيك الميتين كيما راكم تشوفوا، ونضربوا تحريكه خفيفه ظريفه. شوفوا اللون هذا اللي رانا نحوسوا عليه. دوكا هنا واش راح نديرو؟ نحطوا هذيك 600 غرام تاع السكر، ونزيدوا نجيبوا الماء المتبقي اللي بقى لنا لتر، تسمى الماء شحال راح يكون؟ لتر و200 مليلتر، هذه هي. وهنا بعد ما حطيت كامل المكونات تاعي نضربوا تحريكه خفيفه ظريفه. دوكا واش راح ندير؟ راح نجيب الكاس تاع المزهر، شحال فيه؟ 200 مليلتر، حنا راح نديروا نص 100 و100 راح نخلوه مع النهايه، هذه هي. نحطوا هكذا نصف الكميه كيما راكم تشوفوا، قلت لكم 100 راح نخلوه مع النهايه باش نضيفوا له العسل مع، هذه هي. دوكا هنا واش راح نديرو؟ راح نخلو اللحم الحلو تاعنا يطيب. بعد ما جازت ربع ساعة نجو نضربو طيلة على السيرو تاعنا، كيما راكو تشوفو السيرو تاعنا راهو يبقبق والريحة راهي تطلع ما شاء الله. شوفو كيفاش راهو ما شاء الله. بالنسبة لهذوك تاع الأطراف تاع اللحم قلت لكم يكونوا غير صغيورين هكذا باش يطيبو لكم ساهل ماهل. دوكا هنا أول حاجة واش راح نديرو؟ راح نجيبو الزبيب تاعنا والمشمش. بالنسبة للعينة ما نحطوهمش معاهم، نخلوهم حتى يضربو تغلية هما الاولين باش العينه تبقى الاخرى وتبقى محافظه على الشكل ديالها، هذه هي الطريقه الصحيحه. هنا بعد ما حطينا العينه والزبيب راح نزيدو نخلوهم يتغلاو. هنا بعد ما جازت 10 دقائق حتى لربع ساعه دوكا نجو نفتحوا على المرميطه تاعنا ونشوفوا الزبيب تاعنا والمشمش، نلقاوهم تنفخوا ما شاء الله. شوفوا الحبيبات كيفاش راهم في روعه القمه، وشوفوا السيرو تاعنا كي نرفدوه. شوفوا انا نحب نوري لكم كل حاجه باش المبتدئات كي يديروا هذه الحاجه في الدار العائله تاعهم راح تكون فرحانه بهم. شوفوا القوام تاع السيرو ما شاء الله. دوكا واش راح نديروا؟ راح نجيبوا العوينه تاعنا اللي بقات التاليه، هذه هي العينه لازم تبقى مع الاخر، ما تندرش مع المشمش والزبيب باش تبقى محافظه على الشكل تاعها. دوكا واش راح نديروا؟ نحطوا الحبيبات تاعنا، شوفوا شحال راهم شابين وبلا ما فورناهم راهي طريه، ترموا عليها غير هذاك الماء تاع السخون قسمه تشلل خفيف ظريف والعينه تاعنا راهي واجده. هنا بعد ما نحط العينه واش راح نديروا؟ نجيبوا هذاك النصف كاس تاع المزهر اللي تبقى لنا نحطوه كيما راهو. هنا واش راح ندير؟ راح نعاود نغطي، نستناو حتى العينه تاعنا يدخلها طياب ونعاود نولي لكم ونوري لكم السر الاخر. هنا بعد ما حطينا العينه وزدنا خليناها حوالي 10 دقائق دوكا نجو نضربوا طليله على اللحم الحلو تاعنا. شوفوا المظهر كيفاش راهو، السر تاعنا كيفاش راهو يطيب ما شاء الله. نقلبوا الحاله ونجبدوا حبه تاع العينه، شوفوا العينه تاعنا كيفاش راهي دخلها الطياب ما شاء الله. دوكا هنا واش راح ندير؟ شفتوا هذيك الكميه تاع اللوز اللي كنا حمصناها؟ انا اللوز هذاك حمصته غير في المقله والنار قليله، راح نجيب كميه ونزيد نحطه هنا. علاش؟ باش هذاك الزيوتيه تاع اللوز راح تمد واحد الدور ما شاء الله. وهنا في الاخير واش راح نديرو؟ راح نجيبوا الكاس تاع العسل، الكاس تاع العسل هذا هو المهم اللي فيه 200 مليلتر، نحطوه كامل كيما راكم تشوفوا. وهنا بعد ما حطينا كامل هذيك الكميه تاع العسل راح نضربوا تحريكه خفيفه ظريفه، نزيدوا نخلوا اللحم الحلو تاعنا ياخذ هذيك الغليه الشابه، ونجو نشوفوه ونطفيو عليه كيف كيف على بركه الله. بعد ما جازت حوالي ربع ساعة حتى لعشرين دقيقة كي حطينا هذيك العسيلة ماشي بالعاني، نزيدو نخلوها تجمر. شوفوا الفواكه تاعكم كيفاش يتنفخوا ويرفدوا روحهم ما شاء الله. بالنسبة للقوام تاع السيرو تاعنا شوفوا كيفاش راهو على حبة هنا
شو كتفرغوه ما شاء الله، ترفدوه هكذا شويه، تحطوه هكذا صبعكم، تلقاو باللي السر تاعكم راهو يتلاصق. هذا هو الحمل علو الطبيعي، وهذا هو تاع الزمان، عطيته لكم بكامل الخطوات باش كامل تنجحوا فيه. دوكا واش راح نديرو؟ والحاجه المهمه كي طفوه هكذا على الحمل حلو، شوفوا دوك الوجه تاعو وحده كيفاش راح يتقاعد. فهنا حذاري ثم حذاري ثم حذاري، تعاودوا ترجعوا لقطه الحمل حلو يبقى هكذا مفتوح حتى يبرد تماما، باسكو لو كان تحطوا لقطه تاعكم راح يتندى لكم، وهذا من الاخطاء الكبيره اللي يديروها في الحمل حلو. شوفوا الوجه كيفاش يبدا يبان، ما شاء الله الحبيبه تاع العينه، شوفوا كيفاش يجوا منفخين على حبه، والعظمه تبقى لداخل محافظه على الشكل تاعها. هذا هو الحمل علو تاع زمان، وهذا هو الحمل حلو الصحيح على طريقه خوكم دحمانوس، ان شاء الله يكون عجبكم. دوكا هنا واش راح نديرو؟ شويه حبيبات تاع اللوز كيما راكو تشوفوا، راح نخليه يبرد مليح ونجو نشوفوه في النتيجه النهائيه على بركه الله. اذا كما راكم تشوفوا خوتي خياتي العزاز، هنا وصلنا للنتيجه النهائيه. المرميطه تاعنا مازالها سخونه، وقلت لكم حذاري انكم تغطوا حتى يبرد، جامي وجامي جامي تخلي الحمل علو تاعك يتندى. هذا هو اللحم تاع الحلو تاعنا تاع اليوم، شوف كيفاش راهو ما شاء الله. قلت لكم اللحم طايب زبده، المشمش تاعنا والعينه والزبيب مع هذاك اللوز اللي راح يعطي بنا رائعه. وبالنسبه للناس اللي تحب الطاجين الحلو بلا لحم، راح ندير لكم الوصفه على اقرب وقت ممكن ان شاء الله، وندخلوا فيها الكيوي، ندخلوا فيها الاناناس، تحبوا البانان، واش تحبوا اكتبوا لي في لي كومونتير. هذه هي، وانتم دوكا كي راح تسربوا اوبليجي عليكم تخلوا شويه تاع اللوز تسربوا في الصحون تاعكم، وترشوا شويه تاع اللوز واللحم الحلو راهو واجد. اهنا اخوكم دحمان اسمه قال يقول لكم غير، بقوا على خير وتهلاو في روحتكم. الى اللقاء مع وصفات جديده، سلام.